ما زالت بهجة الأفراح تتواصل، 93 عاماً من الولاء والحب، قيادة عظيمة وشعب كريم، رؤية طموحة ومستقبل واعد، يجعلنا نقولها بكل ثقة. في المملكة العربية السعودية نحن نحلم ونحقق بإذن الله. في اليوم الوطني السعودي 93 الجميع يرفع أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، ولكل الشعب السعودي الذي تلاحم مع قيادته بالولاء وتسلح للمستقبل بالعلم وعزز وجوده بالطموح عاما بعد عام، ونحن في خير ورخاء وسلام. من ولدنا واحنا في امن وامان، نفتخر بكلنا في كل مكان، مهما سوينا لها ما نوفي حقها، دارنا يعزنا في كل زمان. من ولدنا واحنا في امن وامان، نفتخر بكلنا في كل مكان، انا سوينا لها انا وفي حقها، دارنا يعزنا في كل زمان. انا سعودي وافتخر اني سعودي، وكل شغل في وسط داري بعزمنا يعلى بنا. كل العناوين اليوم هي عنوان واحد، اليوم الوطني السعودي، فرحة وطن شاهدنا أبناءه يحتفلون برقي في كل مكان، إنجازات يشار لها بالبنان، ورؤية تسير بخطى ثابتة، وحياة تمضي نحو الجودة، تحمل الإنسان السعودي في كل ميادين العمل. كان من الملفت جدا كمية الأعمال الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي واللي تفاعلت مع اليوم الوطني، الوزارات والهيئات ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة عبرت بطريقتها واستخدمت أدواتها في تقديم صورة جميلة تعكس بهجة اليوم الوطني السعودي. الوطن علمنا وحنا له شهود، أعظم صفات الأرض هي من صفاته، تاريخ يمشي لكن شويش ويعود، ما بين نظرة حالمة والتفاته، الخير يسري في فناجيلنا كول، يزيل هم الفرد ويروي حياته. الوطن أمي وبي وهو الجود، في خيوطه الواضحة يمليك ذات. الوقت ضيفك وضيفي وعلى العود، يفوح طيب عالق في عباته. تاريخ يرقى فوق بعد زول، تثمر عنا بيد الكرم من غناته، وهو اللي علم يدنا ترسم حدود، في كفنا زري الذهب من غلاته. الوطن مولد عمرنا ومنه نزود، يا ليت ما
لو نقدر نوفي جزاك. فقرة نتشارك مشاعر الشباب الطموحين للمستقبل، نحتفل معهم بالإنجاز ونعيش أجواء النجاح بعد أن شاركوا في تنافس مثير بين 50 شاب وفتاة من المبتكرين ورواد وصناع التغيير على مدار 3 أيام عبر هاكاثون شباثون ريادة الأعمال المجتمعية. اسمحوا لي أرحب بضيوفي الأبطال اليوم في الاستوديو، خديجة النجعي وأيضا هشام الطيب وجوري عبد الفتاح ورويد بعامر. اهلا وسهلا فيكم شباب، منورينا في استديو ساعه شباب، وانتم حقيقي يعني نماذج واعده باذن الله. وخليني ابدا معاكم باول سؤال، ايش ممكن كل شخص فيكم يعبر عن شعوره باليوم الوطني، يعني مشاعر الحب، الامتنان، وايضا المستقبل الواعد باذن الله؟ ابدا معك خديجه. اولا اهلا فيك. الصراحه أولاً نشكر الله أنه إحنا بنعيش بأمن وأمان واستقرار، والله يديم علينا هذه النعمة. الصراحة كلنا عارفين قد إيش التغيير صار خلال الـ5 سنين الماضية مثلاً في تمكين الشباب والشابات، وإحنا كلنا متحمسين للمستقبل، وبإذن الله نكون صورة جيدة لوطننا إن شاء الله بإذن الله. وبالنسبة لك هشام؟ أول شيء سعيدين بتواجدنا معكم في استديوهات روتانا، الله يعطيكم العافية. إحنا وجودنا هنا اليوم لنتغنى بإنجاز إحنا حققناه، ولكن نتغنى أيضا بوطن إحنا نعيش فيه. أول شيء إحنا نتقدم لكافة الشعب السعودي حكومة وشعبا وقيادة بأسمايات التهاني بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93. إحنا الآن نعيش زي ما قالت خديجة في أمن وأمان واستقرار، ففعلا هنيئا لنا هذا الوطن، هنيئا لنا هذا الدعم اللي نحظاه كشباب في المملكة العربية السعودية. القيادة مهتمة فينا ومهتمة في توجهات الشعب، يمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم وتحقيق أحلامهم، فإحنا سعيدين اليوم وجودنا معكم. ونحن أسعد أكيد وفخورين فيكم كثير شباب، وأكيد ما ننسى شعور وتعبير جوري. طبعا إحنا عندنا كسعوديين الحمد لله في كل الأيام بنشعر بالفخر والانتماء للوطن، لكن في اليوم الوطني بالتحديد بنعبر عن شعورنا بالفخر في اتجاه الوطن. فاليوم الوطني هو عبارة عن دافع لنا وتذكير لنا أنه إحنا أبناء هذا الوطن، بنحاول دائما أن إحنا نمثل ونكون المثل الأفضل عشان نمثل المملكة بأفضل صورة ممكنة. وأكيد أخيرا مع رويد. اليوم الوطني هو ذكرى تأسيس سلطان الغالي وذكرى وحدة هذه البلاد على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز عبد الرحمن آل سعود. فهو وطن أشعر، هو اليوم أشعر فيه بالكثير، يعني أشعر فيه بالفخر والاعتزاز والانتماء لهذا الوطن المعطاء ولقيادتنا الرشيدة. وأنتوا أكيد يعني جزء من الرؤية العظيمة اللي أطلقها سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، فوين تتخيلوا أماكنكم في المستقبل القريب؟ خليني أبدأ معك هشام بما أنك خريج ما شاء الله. شخصيا انا يعني ارى جميعا، يعني كلنا لو سئلنا نفس هذا السؤال اعتقد ان احنا راح نجمع على اجابه واحده، اننا نكون باذن الله الواحد الاحد صناع قرار في هذا الوطن الغالي، صناع تغيير. انا ما اعتقد انه احد فينا موجود هنا اليوم او وصلوا له زملائنا وايضا وصلنا له احنا الا واحنا عندنا رغبه بحول الله ان احنا نصعد بهذا الوطن الى المعالي باذن الله. ان شاء الله باذن الله بدون ادنى شك. وبالنسبه لك أكيد خديجة بما أنكم لسه طالبات في الجامعة. أيوة صحيح، إحنا لسه طالبات، أنا تقريبا بقيني ترم أتخرج إن شاء الله. فبإذن الله الخطوة الجاية أنه بإذن الله أنه نشتغل في مجال إدارة المنتجات، إن شاء الله نكون رواد في هذا المجال. حلو، يعني ما شاء الله عليكم تخصصاتكم جميلة جدا، وأكيد أن كل شخص فيكم كان في يوم من الأيام في مرحلة الحيرة الحلوة لما جاء يختار التخصص. فكلموني عن قصة اختياركم، يعني مثلا أنت ما شاء الله عليك رويد دكتور طبيب، فهل كنت محتار في اختيار هذا التخصص؟ هل كنت تشوف نفسك من وأنت صغير أنك راح تكبر وتصير دكتور؟ أنا يمكن
والدي كانوا أكثر شيء يشوفوا ذا الشيء. يعني الوالدة كانت من وأنا صغير دكتور رويد دكتور رويد، لكن أنا يعني كنت محظوظ إني تأثرت بكذا مجال، أو يعني أخذت الفرصة إني أعيش تخصصات كثير كوني أحد طلاب موهبة. فكل صيف كنا في برنامج في جامعة في تخصص مختلف، يعني من الثانوية أنا مثلا أخذت طب، والسنة اللي بعدها أخذت هندسة، هندسة بترول مثلا في شركة أرامكو، والسنة اللي بعدها تقنية النانو بجامعة الملك إدريس. فهذه كلها خلتني أجرب تخصصات كثير لين ما أيقنت يعني أنه لا، الطب هو التخصص اللي أنا أحبه واللي أبغى أكمل فيه إن شاء الله. حلو إن شاء الله بإذن الله. طيب بالنسبة لكم بنات، يعني ما شاء الله عليكم تخصصاتكم حلوة في الذكاء الاصطناعي وهذا المستقبل القريب للسعودية، فكيف أو إيش قصة اختيارك لهذا التخصص جوري؟ بالنسبة لي أنا من وقت ما كنت في المتوسط وحتى الفترة الثانوية كان نفسي أدخل طب زي رويد، لكن في فترة معينة شاركت في مسابقة الإبداع العلمي وكانت فكرتي لها علاقة بالتقنية والذكاء الاصطناعي، وبشكل عام كانت دائما تجيني أفكار لها علاقة بالتقنية والاختراعات والذكاء الاصطناعي، بس في ذاك الوقت كنت أحس أن هذه الأفكار شبه مستحيلة لأني لسه ما كنت أعرف عن الذكاء الاصطناعي. فأول ما بدأت أبحث وأقرأ عنه حسيت أنه هو الأداة اللي حيحول كل الأفكار المجنونة هذه اللي في بالي لحقيقة. فأول ما دخلت الجامعة قررت أني أتخصص، والحمد لله كان أفضل قرار أخذته في حياتي. الحمد لله وما شاء الله عليكم. يعني حتى خديجة أنتوا كونتوا فريق شارك في الهاكاثون الأخير، ودنا نعرف تفاصيل أكثر عن الفكرة. ممتاز. طيب فكرة مشهورة هي بالأصل مبادرة مجتمعية أنشئت علشان تحل مشكلة واجهناها إحنا كطلاب، ومشكلة بتواجه بقية الطلاب اللي هو نقص في المعلومات أو أساسيات البحث الطبي، وعندهم صعوبة في أنهم يوصلوا للمعامل، إضافة إلى نقص الإرشاد والدعم. فهذه تعتبر مشكلة جات مشهورة اليوم عشان تحلها. الحل اللي إحنا بنقدمه اليوم أنه بنساعدهم بأساسيات البحث العلمي، راح نقدم لهم برامج بيعلمهم أساسيات البحث العلمي، ثم نربطهم مع مشرفين أكاديميين مختصين بحيث أنهم يرشدوهم في أبحاثهم العلمية. ما شاء الله. فعندنا عدة برامج متنوعة مثل الزمالة البحثية بأنهم تساعدهم أنهم يوصلوا للمعامل يجوا أبحاثهم. طبعا بعد هذه الرحلة من البرامج بتلاقي الطالب يخرج من البرنامج بورقة بحثية، هذه الورقة البحثية بيشارك فيها في أكبر مسابقة للبحث العلمي عندنا في المملكة اللي هو أولمبياد الإبداع العلمي. اللي يفوز في هذا الأولمبياد بعدها حيتأهل لتمثيل المملكة عالميا على مستوى العالم في آيسف اللي هو معرض علوم الهندسة، معرض دولي. أيوة المعرض الدولي للعلوم والهندسة. فالتمثيل الوطني يعتبر فخر أي طالب يطمح له، فإحنا في مشورة بنساعد الطلاب في أنهم يحققوا هدفهم وحلمهم. الله، حبيت الفكرة. ولكن هشام ودنا نعرف يعني أكثر عن تفاصيل المشاركة وأيضا التحدي اللي اشتغلتوا عليه. ممتاز. إحنا بداية برضو بعد فوزنا في شيباثون الهاكاثون إحنا رايحين إن شاء الله نمثل المملكة في سان دييغو بإذن الله في المسابقة العالمية. بالنسبة للمشاركة حقولها بصراحة يعني ما كنا مخططين الصراحة. الثلوث اللي فات كلمني رويد قال لي هشام في هاكاثون بعد بكرة كيف شاركنا؟ احنا كنا مقدمين في أكثر من مسابقة، في أكثر من فعالية، في أكثر من جائزة، وقدمنا بمشورة في أكثر من جهة، وسبحان الله يعني في وقتها انقبلنا في شيباثون ودخلنا بمنطلق تخصصات اللي هي الذكاء الاصطناعي، منطلق انه والله احنا نبغى نحقق اللي هو حلمنا هذا مشهور انه احنا ندمجه مع التقنيه، نحاول انه احنا والله نوصل الفكره للناس. وشاركنا في الهاكاثون يعني والحمد لله فزنا بالمركز الاول. ولكن ايش التحدي اللي اشتغلتوا عليه في مشوره واللي حاولتوا انكم تفيدوا في الطلاب والطالبات والمجتمع بشكل عام؟ بالضبط. احنا كان عندنا توجه في البدايه انه البحوث العلميه والابتكار كانوا مخصصه لفئه بنسميها المميز او اللي لهم امتياز خاص، العباقر او اللي لهم امتياز خاص او لهم وصول لموارد. في ناس ثانيه مثلا انا كنت من الناس اللي كنت طالب في رعاية واستقطاب الموهوبين وقت الجامعة، كنت أقول ليش أنا في الاستقطاب والرعاية وعندي موارد؟ طب في مثلا طلاب زملاء لي أشطر مني، لكن مثلا يحتاجوا هذه الموارد، يحتاجوا. فإحنا نبغى نمكن الطلاب أو سواء مرحلة ثانوية أو جامعية،
انهم يوصلوا لهذه الموارد انه يكون عندهم نفس الفرص المتساويه مع الطلاب اللي مثلا طلاب موهبه او طلاب الجامعات خلينا نقول اللي يقدموا هذه البرامج لطلابهم. حلو، اكيد يعني كانت في خطه لتوزيع العمل والمهام بينكم، واللي حتشرحي لي هي انت اكيد زوري. طيب احنا كفريق طبعا سر نجاحنا هو التخطيط السليم والتعاون بيننا، الحمد لله كنا فريق جدا متعاون وهذا الشيء انا افخر فيه. واضح جدا ما شاء الله عليكم. فاول حاجه بدانا نفكر ايش المشكله اللي احنا قاعدين نواجهها بالضبط، وكيف ممكن نحل هذه المشكله، وايش نبغى نسوي في المستقبل. فبدا هشام مسك القلم والسبوره وبدانا نخطط كلنا مع بعض، اللي هو ايش خططنا في المستقبل، ايش حابين نطور، ايش حابين نعمل في المجال البحثي ومجال الابتكار. بعدها اقدر اقول قسمنا المهام بناء على نقاط القوه في كل احد فينا، مثلا اللي بدا يخطط واللي بدا يشتغل على البرزنتيشن واللي بدا يتاكد انه البرزنتيشن حيكون مقنع تماما ويعني يشرح فكرة مشهورة بشكل ممتاز لكل الحضور وكمان للحكام. بس فطبعا خديجة كمان ما قصرت ورويت صراحة كلنا ما يعني أبغى أشكركم كلكم على كل شيء بالضبط. حلو، موظف نقاط القوة اللي عنده يعني كان من ناحية تحليل، من ناحية بادجيتينج، ميزانيات زي كده. حلو، طيب نتكلم عن عدد كبير من المشاركين في هذه المنافسة، فرويد كيف كانت أجواء المنافسة وهل فعلا توقعتوا أنكم تفوزوا ولا لا؟ أيوه أنا توقعت صراحة من أول يوم، أنا دائما يعني الواحد لما يشارك في أي شيء يطمح دائما للمركز الأول. الأجواء كانت حماسية. تعجبني. والله الثقة احنا نستمدها من قيادتنا الرشيدة، يعني دائما احنا يقول لك السعوديين طموحهم يعني عنان السماء. أيوة. فعلا. وهمتهم مثل هم البطوله كما قال سمو سيدي ولي العهد، فاحنا دائما شغوفين دائما طموحين للمراكز الأولى دائما نحط عيننا عليها. الأجواء في الشيباثون كانت جدا حماسية، في شغف وفي شغف في عيون كل واحد من المشاركين، أنا استفدت من كل واحد منهم. دائما أنا هذه المشاركات يعني تعزز فينا اشياء كثير، نتعلم من ناس كثير، دائما نقول الفوز هو يعني النشوه حق الفوز تستمر كم يوم يومين وتختفي، لكن اللي يبقى ولكن الاجواء اللي يبقى الاجواء الاكسبيرينس اللي احنا يعني هي اللي تبقى معاكم في الذاكره. بالضبط فعلا. بالضبط التعلم يعني من كل واحد احنا اخذنا شيء، افكار رهيبه شفناها، استفدنا من ناس كثير، ورش العمل كمان كانت جدا مثريه. العلوم هذه والعلاقات اللي كوناها هي اللي راح تفضل معانا يعني طول العمر ان شاء الله. ولكن اكيد يعني المنافسه كانت قويه طبعًا. فكيف كنتم متاكدين انكم هتاخذوا المركز الاول؟ طبعا يعني انا كذا مره يعني ممكن نطلع احنا طبعا ما عارفين التفاصيل كامله، يعني دائما احنا بنشوف زينا زي المحكمين بنشوف اول مره البرزنتيشنز حقت الفرق الثانيه، فهشام كل شيء نزل يقول لي مثلا ترى هذول شكلهم حيفوزوا، شكلهم حيفوزوا، لا اقول احنا ان شاء الله حنفوز باذن الله. اكيد كل التوفيق لكل الفرق اللي شاركت معاكم اكيد، وحظ اوفر لهم وكلهم فايزين بابتكاراتهم اللي قدموها في هذه المنافسه. يعني وفعلا باذن الله نتمنى نشوف كل هذه الافكار على ارض الواقع قريبا، ونحن اكيد شباب مكملين معاكم، ولكن حناخذ فاصل قصير وراجعين، لا تروحوا بعيد. مكملين لقائنا مع شباب الوطن اللي منورين اليوم في الاستوديو في هذا اليوم المميز، رويد وهشام، خديجة وجوري، أهلا وسهلا فيكم للمرة الثانية، وأكيد ألف مبروك فوزكم في هاكاثون شيباثون المركز الأول. وخلينا نتكلم هشام عن نقطة مهمة جدا، ورش العمل اللي كانت موجودة في هذا الهاكاثون، يعني كيف كانت بتساعد في تطوير مهارات الطلاب والطالبات؟ هو بداية كان في الهاكاثون زي الجدول المخصص لكل يوم، فكان يتخلل بعضها ورش عمل، مثلا كان اليوم الأول ورشتين، الثاني ورشتين، الثالث ورشتين، فكانت كلها تتعلق عن البرودكت مانجمنت، إدارة المنتجات، وكيف أنه أنت تمحور أو تحول فكرتك إلى منتج مستعد أنه ينزل السوق، تقدر تشوفه من أكثر من أسبكت أو أكثر من منظور. خلينا نقول أنت عندك فكرة تقدر تشوفها من منظورها كبرودكت، منظورها مثلا أو من وجهة نظر ثانية مثلا فاينانشالي مالية، تقدر تشوفها من أكثر من وجهة نظر. فكانت ورش العمل تحاول أنها تساعدنا أنه إحنا كيف نشوف أفكارنا كمشاركين
من جميع الفرق، وكيف نحاول ان احنا نجهزها باكبر طريقه ونخليها ناضجه انها ممكن تنزل الى السوق. واكيد استفدتوا منها أكيد كثير فهم. صح؟ أي. طيب خديجه، الهاكاثون كان في ثلاث مسارات رئيسيه، ودي تشرحين لنا تفاصيل اكثر عن هذه المسارات. هي ثلاثة مسارات، مسار التعليم ومسار البيئة ومسار الصحة. طبعا احنا في مشورة كنا في مسار التعليم، واغلب المشاركين كانوا في مسار التعليم كمان، فبتلاحظ اساسا كل مسار بيركز انه مثلا التعليم مدى يعني طول الحياة، يعني بعد حتى ما تخرج من المدرسة، بينما مثلا الصحة ما بتتعلق فقط في الطب، الصحة على مدار حياتنا. في نفس الشيء في البيئة كمان. وهل كان مطلوب منكم شرح الفكرة أمام الآخرين؟ فهل تقدري جوري يعني تشرحي لنا إيش اللي صار بالضبط وقتها باختصار؟ أيوة، الهاكاثون كان عبارة عن pitches، هي إنه تطلع تسوي pitch للأيديا حقتك قدام حضور وقدام التيمز كمان الثانية وقدام مجموعة من المحكمين. فلازم نعمل presentation ونقنع الجمهور والجدجز بالفكرة. فإحنا حبينا نبدأ البرزنتيشن حقنا بسرد قصة عشان نجذب اهتمام الحضور. فبدأنا بقصة أحد المستفيدين عندنا، اللي هو أحد الطلاب في مشورة. هذا الطالب بدأ من الصفر، كان يطمح أنه هو يكون له بحث علمي، ولكن ما كان عنده الموارد أو المنتورز، ما كانت متوفرة له. فهو قرر أنه يجرب أنه يدخل في برنامج إرشاد معانا في مشورة. وبعد ما شارك بدأ اللي هو الاستشارات البحثية، وربطناه مع المنتورز، والحمد لله اشتغل على بحثه وفاز المركز الثالث عالميا في آيسف. هذا شيء احنا مرة نفخر جداً فيه. فعرضناها، وبعدها بدأنا نتكلم عن اللي هو الفيوتشر بلانز حقتنا في مشورة وباقي الأشياء. أنا صراحة اقتنعت بالفكرة من هذه القصة، ما تحتاج تتكلموا أكثر. دائما أحب لما الواحد يثبت نجاح فكرته بالأدلة والبراهين اللي يقدر يشوفها قدامه بعيونه، ممكن تكون ملموسة، ممكن يسمعها، ممكن أيضا يشوفها بعيونه، فكذا تكون مقنع أكثر بفكرتك. خليني بعدها كلهم صفقوا يعني حضر بعد هذا كان راح من البرزنتيشن. برافو تستاهل. حتى احنا نفسنا واحنا بنسمع وبنعمل البرزنتيشن احنا بنعمله بكل فخر، يعني واثقين من نجاحكم فعلا. اخيرا طيب ابغى كل شخص فيكم اليوم يختار الانسان اللي يقول له شكرا، شكرا لوجوده في حياتي، شكرا لانه كان واقف جنبي، شكرا لانه كان الداعم الاول في مجموعه الداعمين في حياتي واللي وصلني لهذه المكان اليوم. خلينا نبدا معك روي، تقول شكرا لمن؟ اقول شكرا لوالدي طبعا، الله يخليهم، اليوم زرعوا فيا يعني حب النجاح، حب التعلم والإصرار والعزيمة، من بداية حياتي هم المشجع والدافع الأول لي. فأنا أقول لهم شكرا، وصراحة ما أعرف كيف أوفيهم حقهم، يعني أوجه لهم شكر جزيل على كل شيء سووه معايا، وإن شاء الله يعني أقدر أرد لهم يعني ولو جزء بسيط يعني من اللي سووه. أكيد بإذن الله. وبالنسبة لك هشام؟ ممكن كل إنجاز في حياتي أهديه وأتقدم الشكر لأمي، هي كانت لي الوالد والوالدة بعد وفاة أبوي الله يرحمه، فكانت هي الداعم اللي من سنين، وهي دائما في ظهري ودائما واقفة معايا إلى الآن. بعد ما تخرجت وتوظفت لازلت يعني أكن لها كل الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله زي ما قال رويد لعل الله أن يعيننا نرد لها أو أرد لها جزء، ونرد لوالدينا إن شاء الله جزء من الجميل اللي بدلوا معنا. آمين يا رب. بالنسبة لك خديجة؟ أكيد أشكر أهلي، أمي، خواتي، لكن كمان أشكر الفريق اللي ما قصر خلال رحلة الهاكاثون، رويد وهشام وجوري، يعطيهم العافية جميعا. أكيد. أخيرا مع جوري. أنا أحب أشكر أمي، هي الداعم الأول لي من صغري، دعمتني في كل شيء حقيقة، يعني في هواياتي، طموحاتي، من أصغرها لأكبرها دعمتني في كل شيء. أنا أمي سوبر ماما صراحة في عيوني، هي دنيتي. وأشكر أخواني أكيد لأنهم هم ملهمين بالنسبة لي، وأنا دائما أشوفهم المثل الأعلى لي.
وأشكرهم على تشجيعهم المستمر لي. وأنا أشكركم على تواجدكم اليوم معنا، وحقيقة فخورين فيكم كثير، واستمروا، ونحن واثقين فيكم وواثقين في نجاحكم في مختلف المجالات اللي أنتوا فيها، ونورتونا وشرفتونا اليوم، خلتوني أتأثر وماني عارفة إيش أقول خلاص. مشاهدينا مكملين معاكم، عندنا بعد الفاصل فرقة جميلة من كوبا إلى السعودية، فعلا الفنون ليس لها حدود. يا سلامي عليكم يا سعودية، يا ديار أشيم يا دار الأوطاني. ويا سلامي عليكم يا سعودية، يا ديار أشيم يا دار الأوطاني. يا سعودي نهاية روحك الهاية، يا سعودي نهاية روحك الهاية. نشاطنا كسل وطيب الفالي. يا سلامي عليكم يا سعودية، يا ديار أشيم يا دار الأوطاني. يا سعودي نهاية روحك الهاية، نشاطنا كسل وطيب الفالي. نشاطنا كسل وطيب الفالي. يا سلامي عليكم يا سعودية، ديار أشيم يا دار الأوطاني. يا سعودي نهاية روحك الهاية، نشاطنا كسل وطيب الفالي. نشاطنا كسل وطيب الفالي. برافو برافو، ما شاء الله تبارك الله، يعني مع الاتساع الثقافي والفني وارتفاع وتيرة الأنشطة الفنية والترفيهية، ازداد حضور الفرق الفنية العالمية إلى المملكة العربية السعودية، وطبعا هذا مؤشر على نجاح التبادل الثقافي والفني مع العالم. ضيوفنا اليوم فرقة ديب ميلودي، والقادمين تحديدا من كوبا، تحدث عنهم قائد الفرقة الفنانة إلي، وأكيد بحضور مدير المواهب الفنية
أسامة سرحان. أهلا وسهلا فيك أسامة، وسعيدين كثير بتواجدك معنا اليوم. ما شاء الله عليهم، الفرقة أبدعوا فعلا. وخليني أسألك في البداية، وأبعرف حقيقي يعني ظروف اختيارك لفرقة فنية وتحديدا من كوبا، ليش؟ شوفي، الفن اللاتيني يعني فن مستساغ في كل دول العالم، ومحبوب ومرغوب وسلس وسهل. وكمان يعني تاريخ الفن هذا بدأ من أيام الأندلس والأسبان، كان يعني في تأثير على هذا الفن. ففي نوع من التقارب بين الفن هذا وبين الفن العربي والفنون الأخرى. فقلنا ليش لا ما يكون في تقارب أكثر، بأنه إحنا نجيب ثقافات مختلفة تثري الذوق السعودي اللي أصبح الآن سقفه عالي جدا فعلا. يعني هل نقدر نقول اليوم أن المنافسة الفنية صارت قوية وكبيرة جدا، وتتطلب في نفس الوقت يعني أفكار غير تقليدية؟ طبعا طبعا. الآن زي ما قلت لك أنه سقف الفن بمختلف المجالات وتحديدا في الموسيقى والغناء صار سقف عالي جدا. والآن إحنا زمان يعني نطرح للجمهور أشياء مختلفة، أشياء فيها خروج عن الصندوق إذا أقدر أقول. يعني المتلقي حيحس بنوع من الملل، يعني ما يبى التكرار، ما يبى الروتين. فلذلك إحنا يعني حبينا إن إحنا نطعم السوق الموجود حق الموسيقى الآن اللي منتشر في كل مكان بثقافات مختلفة، وكمان نعرفهم على ثقافتنا وأغانينا وتراثنا. ولما نسمعها من صوت إلي الأكثر من رائع، وأكيد راح فيها معنا في البرنامج، ونبى نسألها عن تأسيس هذه الفرقة الديب ميلودي وكمان الألوان الفنية اللي بيقدموها. أسامة، okay, they're asking you about how you created this group which is the band Deep Melody and what type of music you play with the band. Okay, we create this band since too many years ago because we studied together in the Conservatory of Music in Cuba. So we used to know each other since too many years ago. After we graduated, we started to work together in Cuba first, and after we used to fly and travel for different countries in the Middle East. And that's how we create Deep Melody. And we used to perform international music, included like French songs, Arabic, English, Portuguese, Italian. بتقول إلي طبعا إن هم يعني كانوا بيدرسوا كلهم يعني كأفراد بيدرسوا في معهد الموسيقى في كوبا، وهناك تعرفوا على بعض، وبعد التخرج صار في بينهم مشاريع صغيرة، يعني بدأوا يتآلفوا فكونوا الفرقة دي حقت اللي هي طبعا اسمها ديب ميلودي. وبيعزفوا ألوان كثيرة، منها الألوان العالمية زي الإنجليش، الفرنسي، حتى العربي. يعني ما شاء الله في أغاني بيغنوها عربي وإيطالي، إضافة طبعا لغتهم الأم اللاتينية. حلو. واليوم ما شاء الله يعني صار لهم تقريبا 9 شهور في السعودية، فودنا نعرف يعني إيش الصورة اللي تكونت عندهم عن السعودية، وكيف شافوا أيضا الاختلاف بين الثقافتين. ونعرف إنه اللي تعرف عربي شوية، صح؟ شوي. Yeah, you know some Arabic words before I ask you. Yeah, of course. I know because Mr. Osama teach me. Yes. Okay. Like Alhamdulillah, Belafia, Leafiki, Shukran. صباح الخير. ايوه الحمد لله، استغفر الله. هذه اكثر كلمه نقولها فعلا. ولكن ايش الصوره اللي تكونت عندهم عن السعوديه، وكيف شافوا الاختلاف بين الثقافتين؟ What is the image that you now after 9 months being in Saudi Arabia, what is the image that you have about Saudi Arabia? We used before to watch too many videos in YouTube about the country because I know this there is a very huge country and it's grew up with very strength. So we were interested in the culture and the history, and you know, we were waiting the opportunity to come here to meet the people. Alhamdulillah, I can say that we meet here two very friendly people, charming people.
They used to help us a lot, and I'm so thankful because I have a family here. Yes. أيوة هي بتقول إنه يعني شافوا فيديوهات في اليوتيوب عن السعودية وشافوا التطور اللي إحنا بنعيشه والنهضة الحضارية على يعني في شتى المجالات. فهذا كان حافز عندهم إنه هم متحمسين إنه يجوا كمان. وتفاجأوا يعني أو عاشوا الكرم السعودي وكيف الناس هنا مضيافة وبتساعدهم يعني ما بيلاقوا أي صعوبات في إنهم يعني اندمجوا في المجتمع لأنه ما حسوا في فروقات يعني أو في نوع من التفرقة، بالعكس حسوا إنهم هم جزء من التكوين حقنا حق المجتمع. صحيح. طب إيش رأيك يعني ودنا نسمعها تغني شيء لاتيني مثلاً أو فرنسي؟ They want to listen to more, so okay, yes. Of course, thanks. Yes. Please, see you now. أسامة، طب حقيقي يعني كيف شفت تفاعل الجمهور لما بيسمعوا لفرقة إلي، وفين كانت كمان أكثر المشاركات؟ شوفي هم بينزلوا ما شاء الله في مطاعم وفي لاونجات وفي فنادق وبيحضروا كمان حتى افتتاحات، يعني بينطلبوا في افتتاحات بعض المعارض أو الشركات الكبرى، منتجعات اللي على البحر بيطلبوهم، لأنه الموسيقى اللاتينية زي ما قلت لك محبوبة جدا وحلوة، حتى الريتم حقها الإيقاعات حقتها بالنسبة لنا تحسيها نوع قريب من نوع الضرب الدفوف اللي عندنا، لأنه يعني كله بيأثر على كل زي ما شرحت لك في البداية. فالآن بشوف تفاعل الجمهور يعني معاهم عالي جدا، لأنه غير اللاتيني كمان بيغنوا وبيعزفوا لغات مختلفة فبيرضوا جميع الأذواق. فإلا مثلا ما عجبوا لون لاتيني هم داخلين عليهم مثلا بأغنية إنجليش ولا فرنش، فتلاقي بيرضوا جميع الأذواق فبيلاقوا صدى واسع ما شاء الله. صحيح. خلينا نشوف إلي صارت جاهزة ولا لا. Are you ready إلي؟ Yeah, you can start now. Thank you. It's me. I was wondering if after all these years you lied to me to go over everything. They say that I'm supposed to heal you, but I don't want healing. Hello, can you hear me? I'm in California, dream about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you. Calling me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. If you ever make it out of that town where nothing ever happened, it's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have gone you. I'm sorry for everything that I've done, but when I called you, never seemed to be home.
فعلا ابدعتوا. طيب اسامه كيف تحسهم الان؟ هل يعني قدروا فعلا انهم يتاقلموا مع جمهور فني جدا ولكن في نفس الوقت مختلف عن ثقافتهم؟ شوفي هم زي ما بقول لك ما شاء الله لما يكون الفنان عنده القدره انه يتاقلم ويسمع الجمهور ايش يحس يعني او ايش يبغى او ايش بيسمع ويروحوا لهذا اللون. يعني الان هم بيغنوا كمان زي ما قلت لك عربي فبيشوفوا استحسان انه بيتنوعوا في نوع الطرح الغنائي والموسيقي اللي بيقدموه فالجمهور بيتفاعل معهم في كل الالوان حتى هم حسوا يعترف الفنان كل ما يحس الجمهور بينبسط معاه في لون معين فبالتالي هو بيتحمس انه يقدم اكثر واكثر. صحيح. وهل ممكن مستقبلا نشوف لهم او نشوف للفرقه اعمال خاصه فيهم؟ طبعا طبعا احنا الان شغالين على كيف ندمج بين الثقافتين اللاتينيه وخليني احدد السعوديه تحديدا عشان احنا يعني ما شاء الله يعني الفن السعودي والثقافه السعوديه تعتبر عالم لوحده فالان بنحاول ندمج بين الثقافتين على اساس انه كمان ننشر ثقافتنا من خلالهم في الناس اللي يعني يتكلموا او يسمعوا من ذوي لهجتهم ومن بني جنسهم فبنساهم في نوع من ان احنا ننشر كمان ثقافتنا بتطعيم الموسيقى بالريتم والايقاعات السعوديه. اكيد ابدعوا ونحن نشكرهم على تواجدهم معنا اليوم واكيد راح نختم معاهم ونحتفل في نفس الوقت معاهم اليوم. اسمحوا لي بس ارجع اخذ الورق عشان لازم اشكر الشباب اللي ابدعوا في تزيين الاستوديو اليوم وحقيقي ما قصروا سواء من الورود و الكيك ولكن قبل هذا كله أكيد نشكر مشاهدينا اللي شاركونا الاستمتاع بهذه الحلقة وبهذا الاحتفال ونشكر أيضا الاسم العريق في عالم الحلويات حلويات الجونة اللي شاركونا بهذه الكيك الموجودة معنا اليوم بمناسبة اليوم الوطني يعني اسم غني عن التعريف فعلا راح تشوفوا انستغرام وحسابهم وأكيد كل الشكر على اللي شاركونا في تزيين الاستوديو بالورود اليوم أنا كثير أحب اللون الأبيض في الورود المبدعين لوليت للورود وتغليف الهدايا في جدة وبالأخص أسماء الزهراني شكرا لك من القلب ونوجه لهم كل الشكر ويعطيكم ألف عافية مشاهدينا وخلونا نسمع إلي ونختم مع إلي أكيد أغنية ختام هذه الحلقة ونحتفل مع بعض بتقطيع الكيكة. Suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, suave, suave. Sentir tus labios besándome otra vez suavemente ese moro bésame que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez
que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, ese coro. Bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Dámelo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Suave, suave. Vienen tus besos. Suave. Trato de escaparme. Suave. Siento preso.